لكم الناس الكل فيما كنت أكيد على القناة الوطنية الثانية في برنامجنا الاجتماعي كلام محرير. مشواري يبدأ توا إلى حدود تقريبا ساعة ونص. رقم التليفون على ذمتكم سيما وأنه موضوعنا اليوم هو أزمة القراءة والمطالعة في تونس، ونعرف أنه الأزمة هذه تأكدها وتثبتها الإحصائيات والأرقام الموجودة والمدولة، واللي تأكد أنه الأزمة بالحق حادة، و الامباكت او القوه نتاع الازمه هذه ربما نجم نفسروها من خلال العديد من التصرفات او التشدد الفكري اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم في مجتمعاتنا العربيه. حسب رايكم ما هي اسباب العزوف عن القراءه والمطالعه، وعلاش فقدنا هيك الرابط والعلاقه الحميميه مع الكتاب ومع الافكار ومع الاحاسيس اللي نقراوها ونحسوها ونتمتعوا بها مع الكاتب او الاديب او الشاعر او مهما كان صنف الكتاب اللي نجم نقراوه؟ للإجابة عن كل التساؤلات هذه ماذا بيا كان نسمع أصواتكم. موجود معنا الليلة كالعادة مجموعة من الضيوف للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات. رقم الهاتف نذكر 71-801-116. سي محمد أبو شرخ مدير عام برنامج التربية الذكية، مرحبا. أهلا وسهلا. نادية فرني أخصائية نفسانية للطفل والمراهق والكهل، مرحبا بك. سي الحبيب العرقوبي مدير عام مركز تونسي الكتاب، مرحبا شرفتنا. وثريا رمضان إعلامية شاعرة روائية زميلتنا، مرحبا بك. مرحبا. على القناة الوطنية في كلام حرير. باش نبداو مع بعضنا، واول سؤال: ما مفهوم القراءه والفرق ما بين القراءه والمطالعه بإيجاز محمد؟ بي احنا يعني القراءه هي عمليه بيقوم بها الانسان عشان يحاول انه هو يفهم مجموعه من الرموز. الحرف في النهايه هو رمز، والكلمه في النهايه هي رمز. هو يحب يترجم هذه الرموز الموجوده في كتاب الى معلومه، مشاعر، افكار، احاسيس ضمنها الكاتب جوا هذه الرموز. وبالتالي احنا استمتاعنا بالقراءة وتفاعلنا مع القراءة هو بمقدار قدرتنا على فك هذه الشفرة والإحساس والعيش مع تجربة هذا الكاتب اللي احنا بنستمتع واحنا بنحاول ان احنا نعيش حالته. ولذلك القراءة ممتعة، لأن القراءة لا تقدم لنا وجبة جاهزة. القراءة تخلينا نعيش حالة، الحالة هذه نحاول نستحضر فيها ما يحاول أن يوصله لي الكاتب من معاني وأحاسيس ومشاعر وأفكار وغيرها من أمور. هذا في الأساس القراءة. نهت، شنو تنجم تضيف على قال سي محمد؟ هو اللي انا نسيت سي محمد، وانا نسيت سي محمد اللي القراءه هو دي شيفخاج لك الرموز هذيك باش نجم ناخذ انا الافكار او ننتقل لعمليه لابرونتيساج او التعلم، معناتها اني ناخذ المعلومات هذيك. لا ديفيرونس بينها وبين المطالعه انه المطالعه تخليك تخوض تجربه فيها كميه كبيره من الامباتي، معناها هي القدره على انك تحس بالمشاعر والاحاسيس اللي يحب يوصلهم لك الكاتب، انك تاخذ الاخر، معناتها انك تاخذ البلاصه نتاعو وتعيش اللومباتي هذيك الكل. دونك هذايا الفرق ما بين سي الحبيب. انا حسب رايي، حسب رايك القراءه صحيح اللي قالوا سي محمد، وتبقى ديما القراءه فيها نوعين. لما فما القراءه اللي هذه معناها واحد يتعايش مع احاسيس الكاتب وفك الرموز، وفي نفس الوقت فما التلقين. القراءه على غرار احنا ما اولادنا اللي في المدرسه نعلموهم القراءه. بذاعتكم ردت اليكم. معناها نعلموهم القراءه، يعني تعليم القراءه هي اسمها قراءه، في المدرسة حتى كتابك اسمه كتاب القراءه. يعني انا رافم فما فرق كبير ما بين المطالعه والقراءه. المطالعه تبقى هي معناها الجانب الثاني اللي نجم هو التثقيفي، هو المعرفي، هو تطوير القدرات الفكريه والذهنيه عند المتلقي. وتبقى القراءه، القراءه نجم حتى الام يقروه يولي يقرا، معناها هذه هي القراءه. معناها سرعي انا راى القراءه هي مستوى اول والمطالعه هو مستوى ثاني. القراءه مستوى اول بمعنى انه الصغير او الامي كما قال سي الحبيب تشدوا وتقول له هذوما الحروف وهذوما تشكيلهم في كلمات ثم في جمل ثم في فقرات ثم في نصوص كامله، حاول تقراهم. القراءه هذيك يبدا يهجي، ومادام يهجي مش باش يفهم، لانه محاوله تهجئه ومحاوله تفكيك الكلمات فقط، انما ليس معانيها. هناك فرق بين تفكيك الكلمات وفرق بين تفكيك معانيها واستكشاف معانيها، وهذا ما معناه مطالعه والتطلع الى ما يريد الكاتب ان يقوله من خلال النص. واضح. به هل نحن مجتمع قارئ تاريخيا حسب رايك؟ ربما احنا السبب اللي يفسر عزوف الشباب او كل الاعمار كل الاجناس من كل المستويات الاجتماعيه عن القراءه وعن المطالعه. لا احنا تاريخيا شيء والان شيء. المجتمع اللي عاش ثراء المجتمع في تونس
الثراء الحضاري لهذه البلد العظيمة اللي كانت على مدار تاريخها هي مكان يتجمع فيه الأشخاص من كل أنحاء الدنيا. أنا أضربك مثال بسيط، يوم ما إجا المورسكيون على تونس ما جوش هيك فاضيين، إجوا معهم علوم، إجت معهم مكتبات، إجت معهم كتب، إجا معهم تاريخ، إجا معهم ثقافة، ما كانش حاجة بسيطة. وهذه التجربة تكررت في العديد من المراحل في تاريخ تونس. إذن إحنا ما بنتكلمش على حاجة ما كانتش موجودة. ابن خلدون والكثير من مشاهير الكتاب، احنا كان عندنا في لحظه ما اول جامعه في العالم الاسلامي في القيروان، يعني احنا بنحكي عن حواضر للثقافه. عندك في توزر كانت حاضره للعلم في كل مكان في تونس، تستطيع ان تجدي عالم ومقام لشخص مؤثر. يعني ما نقدرش نقول انه التاريخ تبعنا ما كانش فيه قراءه وما كانش فيه علم، موجود، لكن يبقى الوضع الراهن كحالة عامة بتعيش فيها الكثير من البلدان العربية، حصل فيها متغيرات ما بعد الاستعمار وما بعد وتحديات واجهتها الدول فيما بعد تكوين الدولة وما بعد الخروج للاستعمار، أنتجت الكثير من التحديات الاجتماعية اللي توم خليانا بنمر بأزمة في هذا الموضوع. أنا العزوف على المطالعة راه أزمة تشمل العالم الكل، مش كان احنا في تونس او المجتمعات العربيه او المجتمعات لكن الغربيه. لكن سمحني ناهد، الارقام والاحصائيات تشير الى ان الازمه رغم انها متجذره وعميقه في المجتمعات العربيه، الا ان المطالعه والاقبال على الكتاب ونسبه النهم والاقبال على الكتب في الغرب ما زالت في ارتفاع نسبي وتدريجي مقارنه بالعوالم العربيه. هاو باش نفسر لك علاش، احنا عندنا اسباب نتاع عزوف اقوى من اللي عندهم هما. علاش؟ احنا ياسر عندنا تعلم تاع الوقت، ما عنديش وقت باش نقرا، لكن لو نلاحظوا هما في الريتوال نتاعهم في الكومبورتمون كوتيديان نتاعهم اليومي، احنا وقت اللي نجيو ماشيين البحر مثلا نهزوا كل شيء نذكروه الا كتاب، نمشيو ماشيين للبيسين اللي هو وقت، عندك وقت هكا ولا، لكن نهزوا كل شيء الا كتاب، ماشيين في عطله نحطوا كل شيء الا كتاب. باش تفسروا هذا؟ هذا يتفسروا هذاك علاش سالت تاريخيا، الجذور والتراكمات والترسبات التاريخيه هي توا في الاستاتيستيك توا، حتى المجتمعات اللي هما يقراوا برشا اللي هما لي زونغلي ولي فرونسي طايح عندهم برشا، معناتها نسبه القراءه طايحه توا في الاستاتيستيك اون 2018 في 2018. انا الرالي بالنسبه لنا احنا في مجتمعاتنا العربيه ما خليناش القراءه سلوك يومي، ما عودناهش عند صغارنا، وبالتالي عندنا احنا، مع انه احنا الجيل نتاعنا، احنا مثلا الجيل نتاعي ومتاعكم نتاع سي محمد ومتاعكم انتم، كنا متعودين على القراءه اكثر، لكن جيلنا توا ربطناه بستريس برشا وربطناه ما عندناش وقت، ما نعطيوش لصغارنا كربع ساعه هذيك اللي ماناش فاهمين قداش قيمتها مهمه برشا كالقراءه الليليه اللي نعطيوها لصغارنا، تو نجيو من بعد تو نفسروا شنو تعطينا القراءه الليليه. انا جايين، انا حبيت نسالك ناسي الحبيب، احنا كمجتمعات عربيه نمتلك طقوس عادات تقاليد رسخنا من خلالها عاده القراءه والمطالعه، حكيت مع سي محمد وقلت كان عندنا جذور تاريخي، كان عندنا مخزون تاريخي، بدا يحكي على التاريخ وعلى التراكمات اللي مرت على البلاد العظيمه، لكن للاسف فما مفارقه. اليوم نسبة الإقبال على الكتاب هي نسبة منخفضة جدا، تفسيرك علاش اليوم هكا؟ في الحقيقة ساعة نحييك على سؤالك، لأنه بديت من تاريخ تونس، يعني أنا كنرجع للتاريخ وتاريخ القراءة وتاريخ المطالعة بصفة خاصة، أنا نعرفوا أنه احنا تربينا حتى على أن نقول حتى المطالعة راهي عن طريق السمع. بالضبط، يعني احنا تربينا حتى الخرافات اللي كنا نسمعوها من عندنا هي القراءة الجوهرية، هذا اللي باش نحكيه لك، يعني احنا تربينا حتى على الاحاجي قبل احنا تاريخ الاسلام. انا واحد من الناس تاريخ الاسلام عرفته من والدي اللي هو امي، معناه من جدي اللي هو امي، معناه نعرفوا احنا تاريخ الاسلام ونعرفوا حتى السيره النبويه عرفناها واحنا يحكيوا لنا فيها الكبار نتاعنا، لانه هذا كي نحكيوا على عظماء تونس نحكيوا على اعلام نتاع تونس، نحكيوا على ابن خلدون، نحكيوا على ابن منظور، نحكيوا على ابن ابي ذياف، نحكيوا على الناس هذوما، معناها بالعكس الى يومنا هذا كتابات مقروءه. يعني للاسف الشديد انه احنا هذا بدا بمر الوقت كما قال سي محمد انه بدات معناها بدات تنقص بشويه 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 الى حد ما انه انقرضت. يعني هذا يدخل في التقليد، التقاليد اللي وقع ترسيخها سابقا اليوم فما غياب، وانا الحقيقه اذا كان ربما مش نسبق حتى في سؤالك انه هذا هو قتلوه، شكون قتلوه؟ مع غياب الاراده السياسيه، مات معناها الحاجه الحلوه هذه اللي فيها برشا ثقافه، احنا كيف نقارن اليوم، انا كيف نقارن اليوم معناها المطالعه وغياب المطالعه والاستقاله نتاع العائلات نتاعنا اللي كنا احنا قبل نطالعوا عن طريق الاحاجي،
كيف معناها الاستقاله هذه نتاع العائلات نتاعنا اللي الاسباب عديده وعديده جدا تو نذكرها. انا جايين للاسباب تو نذكرها هذه خلت تخلق منا مجتمع جديد ما عادش نعرفوه في تونس بالضبط. للاسف الشديد ما عادش نعرفوه. مجتمع ما عادش نعرفوه. سوريا حبيت نسأل هنا ربما برشا ناس تتبادل الذهن خاطر باقي نحكيو على المؤشرات التاريخية على الرواسب على نبذة تاريخية على وقعنا في مجال المطالعة ربما يقول القائل الناس اللي كانت تقرأ الناس اللي كانت عندها ربما الإمكانية باش تمشي وتقرأ وتفك السطر والخط قبل هي اللي كانت عندها الإمكانية باش تقرأ لكن هذا ما يمنعش أنه كانت فما قراءة شفوية كانت فما ذاكرة من خلال الفداوي الحكواتي الجدة الماما هذا كل نمى الذاكرة وهذا كل عود على الحديث وعلى التذكر والتذكار شنو اللي صار اليوم خلق المبدعين الاسلاميين على كل حال الاسلاميين اكزاكتومون نرجع نقولوا اللي احنا حضارتنا او مش حضاره تونسيه بشكل خاص انما الثقافه المشرقيه بشكل عام بنيت على الشفوي كل ما وصلنا كان شفوي معناها الشعر الجاهلي او الشعر بعد الاسلام او الشعر العباسي او الشعر معناها في جميع المراحل هذيك كان في اغلبه شفوي وقتاش بدا يكتب يا اخي هو فكان اي كان مجتمعنا ومجتمع حفظ بالاساس ابداع وحفظ فما مبدع فما شخص يحفظ لكن ما يحفظ للشخص يعشق اللي يحفظ هذاك قصدي معناه نو لا برون با كوم سا معناه ان لا برون سي الا سي الا ام لو برودوي لو برودوي الابداع هذاك اذا تغرم به وحنا شعب وحنا مجتمع او مجتمعاتنا بشكل عام مجتمعات مبدعه ادبيا في الادب عندنا تاريخ كبير ياسر يظهر فيه في الحضاره المشرقيه بشكل عام تعيش في خفاء وتموت في الخفاء للاسف وحتى ما ينجم يشكك في القيمه طوة. الاعلاميه للاصدارات الادبيه بكل انواعها واجناسها هذيك الاشكاليه تو او المشكل مش اقبال ما فماش تسليط ضوء عليهم ما هو المشكل تو نجي ونشوفوا نلقاو عصر السرعه حاجه انعدام الفكر النقدي تو ما عاش نربيو صغارنا على الفكر النقدي كما قبل في مدارسنا قبل فما دي ماتيغ تنحاورة فما ان سيستيم ايدوكاتيف كامل تبدل فما نظام كفايات تدخل مدة طويلة فما نظام احفظ وصب اللي كنا قبل انا نتفكر دوفوار ديستوار جيو مثلا الباغام يمشي على المنهجيه بالاساس بالضبط علمونا المنهجيه علمونا المنهجيه الجينيراسيون تاعي ومتاعك الاجيال اللي تاعنا تعلمنا على المنهجيه عندنا لانتخودكسيون وعندنا التساؤل وعندنا الجوهر اللي فيه انترو تاع الجوهر عندك التوافق ومن بعد عندك لا كونكلوزيون الخاتمه فوالا الخاتمه اللي فيها خاتمه الخاتمه زاد وانفتاح على موضوع اخر نجيو الجينيراسيون اللي تبنات معناها 20 سنه توا اللي بدات تبني عمرهم في العشرين مثلا نقولوا انا مره شديت على بنت جارتي باش تحضر لي سوار جيو نشد لها في درس حاضر وقدموا جوهر وخاتمه صراحه كليتها صدمه انا تلقين سياسه تلقين خاطر الاسئله تبدلت ما عادش اسئله باش يحضر درس حاضر باش يصب نسال سؤال درس حاضر حفظته وتصب وصب واضح يعني فقط انا نضافه فقط مشكوره لانه في رصدها للتاريخ تونس خاص انا نحكيه حتى على معناها المطالعه ولا المعرفه عن طريق السمع وعن طريق الخرافات والاحاجي والحكواتي كانت قبل حتى المبارزه احنا عندنا مبدعين تونس تو موجودين في الجريد راهو المبارزه يعني احنا نلقاو ناس بالشعر كيفاش يبقى معناه يبرزوا بعضهم الهجاب الشعر مع نعرف هذوما حاجات فقدناهم في تونس للاسف الشديد وهذا الحقيقه انا نقول معناها ذكرت معناها التعليم اللي هو كان السبب في انه في القضاء احنا نحاولوا باش نحكيوا على الاسباب وهذا اللي يخليني نقول انه الاحصائيات تتاكد انه كما قلنا الازمه حاده الاسباب متعده بدينا نعدي واحنا على بعض الاسباب لكن حسب رايك اما هي الاسباب الاساسيه اللي ادت مباشره الى هالفقر والتفقير العلاقه ما بيناتنا وبينات الكتاب اول شيء احنا لما حلينا عنينا كان الكتاب موجود في البيت كان عندنا حاجة اسمها مكتبة صح. كان الطفل جزء من حياته هو المكتبة اليوم احنا عايزين نعيد القراءة من جديد الأمر سهل يلزم الأب والأم يرجعوا من جديد يقرأوا لأطفالهم وإذا الناس سألوني وقتش أقرأ لابني أقول له أقرأ لابنك هو في كرش أمه الأم اليوم حامل تمسك الكتاب في الليل الساعة 8 الساعة 9 وتبدأ تقرأ شو تقرأ؟ تقرأ رواية عالمية تقرأ شعر تقرا قران تقرا شو ما تقرا المهم ان يتعود الطفل انه فما ريتم معين
ريتم معين. هو في كرشها. تمام. هو في كرشها طبعا. طفل عمره شهرين ثلاثة ينجم يقعد في حجرك، قاعد في حجرك وحلي له كتاب جميل زي الكتب الموجودة هذيا من برشا تصور واقرأ له وبإيدي يتبع مع الكلمة بالكلمة. هو مش فاهم صحيح، لكن هو قاعد بيتعود على هذا الشيء. انت حكيتنا على طرق ربما لإيجاد هالعلاقة والاكتسابها، مش السبب. على طرق، لا لا لا، هو هذا السبب. تربية ستي، تربية. احنا بنتكلم عن التربية. انا في يوم من الايام يوم ما تربيت خرجت في بيت اعمل هيك فما كتب، اعمل هيك فما كتب. مين احد اولوياته تو يكون عنده في بيته مكتبة لصغيره؟ مين تو حاطط في باله انه يوم ما يخرج بدل ما يجيب لابنه شوكولا ولا يجيب له بسكوي يجيب له كتاب ولا يجيب له مجلة؟ يعني خلينا نتكلم احنا تو على ممارسات تربوية يومية تمارس، هي بتؤدي. اليوم الولد يحب كعب حلو لكن ما يحبش كتاب لانه ما دخلوش. لا يا ست، ها انا دايما اسال الاباء والامهات سؤال، متى دخل الكتاب حياه ابنك؟ وقتيش؟ عمر قديش؟ 4 سنين وقت اللي بدا يدخل الرغبه والتحضيري. متاخر ياسر. اي متاخر ياسر، نعم. متأخر ياسر. ربما هذا يعكس الارقام المفجعه المفزعه اللي نعيشوها اليوم مقارنه بواقع المطالعه. احنا اليوم نشكي من اولادنا ما ينجموش يسيبوا الموبايل، وقتاش الموبايل بيدخل حياه الطفل؟ من اول ما الام تولد ابنها بتعمل معه سيلفي، دخل الموبايل في حياته سيء. تمام. وقتاش بيدخل الكتاب؟ هذا هو اكبر ازمه، هذيك اكبر مشكله. وقتاش انا بدخل الكتاب لابني في حياته بيبدا ابني يستانس به، هو جزء من رتم الحياه، هو حاجه ضروريه جدا. تليفون هي حاجه ضروريه جدا مما لا شك فيه، هذاك علاش خصصنا موضوع الحصه اليوم للمطالعه. سي محمد متفقد مرحبا بك. بيك اكثر محمد الحبيب حنان. شنو احوالك سي محمد؟ مرحبا شرفتنا. يبارك فيك يعيشك يعطيك الصحه بارك الله فيك. شنو الاضافه ولا ربما شنو التعليق او الراي اللي تحب تشاركنا به من خلال موضوع حصتنا لليله؟ انا نتحدث من الجانب البيداغوجي بالخصوص. تفضل. باعتباري معناها امارس مهنه وكنت امارس مهنه التفقد. الاسباب الرئيسيه لعزوف المتعلمين عن المطالعه تتمثل في طغيان اولا الوسائل الوسائل السمعيه والبصريه على حساب الكتاب، وهذه ظاهره معناها معترف بها حتى عالميا. صح، هي سبب من الاسباب. سبب اول عام، سبب عام عدم توفير جو من القراءه داخل البيت التونسي. وكان احد الزملاء واحد الاصدقاء في حصتكم يشير الى ذلك، عدم توفير جو من القراءه داخل البيت التونسي، فالولي لا يوفر لمنظوريه الكتاب ولا يحفزه على المطالعه. الولي فاش يرغب؟ يرغب ابنائه في مراجعه الدروس ودعم المكتسبات اكثر من ترغيبه في قراءه معناها الكتاب. ثم اسباب اخرى داخليه تعود الى المؤسسه التربويه ذاتها والى البرامج التربويه. اذا الى المكتبات سي محمد، ومش قلت المكتبات اللي تفتقر للتهيئه للصيانه للكتب للمراجعه لاخر الاصدارات. لا باش نقول لك ان المدارس معناها تفتقر الى مكتبات، ليس هناك داخل المدارس المؤسسات التربويه بصفه عامه سواء كانت ابتدائيه او اعداديه او ثانويه تفتقر الى معناها مكتبات. الحاجه الثانيه ان المشرع بنفسه في البرامج التربويه ليس هناك حصه خاصه للمطالعه، اصبحت المطالعه تعتبر رافدا من الروابط. شو معناها رافدا؟ واد من الاوديه في الوقت اللي هي المطالعه هي الام. ليس هناك حصه تنشيطيه في المطالعه. قبل سنوات كانت هناك حصه تسمى بالترغيب في المطالعه وكانت فعلا ترغب المتعلمين في المطالعه. اما الان ليس هناك حصه وليس هناك ضرب للمطالعه وليس هناك اعتياد بالمطالعه، فالمربي ذاته لا يعير اهتماما كليا. وخساره سي محمد، خاصه في الوقت اللي احنا نعيش فيه اليوم في ظل كل التغيرات اللي موجوده والشكاوي من العنف ومن الافكار المتشده، وقت اللي اولادنا تبدا عندهم انوغ كروز ولا ساعه يقضيوها لبرا، علاش ما يتمش استثمارها في قاعات للمطالعه مع ناس مختصين في ادوات واساليب المطالعه لتحبيبهم
لهم وتحفيزهم على المطالعه. هذوما يظهر لي حاجات بسيطه لكن تاثيراتها وانعكاساتها على الاطفال وعلى المجتمعات باش تكون كبيره ومهوله. شكرا ليك على المداخله القيمه سي محمد، الوقت دائم فينا. صحيح، لا كلام صحيح، كنت قبل حتى هناك نوادي للمطالعه. صح صح صحيح، النوادي للمطالعه قد غابت. غابت اذا ماذا بينا نتوجه الى وزاره التربيه والى المشرعين والى الاصلاح التربوي الذي هو على شان نقولوا على الابواب، ان يدرجوا من جديد هذه الماده معناها الهامه وهذا النشاط. مشكور سي محمد الحيوي. شكرا ليك على المداخله القيمه، يهمنا نسمعنا صوتك. ماذا بينا كان نسمع اصوات متدخلين من القطاع، ربما يكون الدلو نتاعهم في نصاب وفي مكانه، حكي على تجربه مهمه، مس كل النقاط وتقريبا عرج على كل الاسباب. دونك احنا سبب من الاسباب هي المكتبات العموميه، تعرف تونس والا تعرف تونس بانها تمتلك الاكبر عدد ممكن من المكتبات جهويه محليه وحتى وحدات متنقلة أو مكتبات متنقلة، عدد كبير من الكتب، لكن رغم هذا موجود إلا أنه الإقبال صفر. حكينا على السبب هذايا وحكينا على رغبة وحكيت على حاجة تصير في الدماغ، أنت كأخصائية نفسانية فسر لنا المفارقة هذه اليوم. علاش أنا اللي باش نحكي عليه توا هو الرغبة في 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 أنه نحبوا صغارنا، ونرجع ديما نقول صغارنا على خاطر إذا كان هذه حاجة ما تعطاتش معناتها للكهل أو للمراهق وهو صغير كطفل، راهي بعد ما تنجمش تصير معناتها إذا ما اكتسبهاش سلوك اكتسبه وهو طفل، راهو بعد صعيب خاطر اللي تربى في جو ما فيهش كتب بعد باش تصير عملية عزوف. بسمح لي ناد، ربما أمهات قاعدة تسمع اليوم، صغارهم تعداوا المرحلة نتاع الطفولة ولا في كرشي وانا نسمع فيه، اليوم ولدي عمره 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 سنين، نحب نرغبه في المطالعه، شنو نعمل؟ عندك ركن نتاع مطالعه في الدار؟ ايه؟ مش مكتبه فقط، معناتها ركن نتاع مطالعه، هل انت تجي تقرا له الصفحه هذيك قبل ما يرقد؟ تعرف شنو اهميه القراءه الليليه؟ قبل ما يرقد؟ اهميتها قبل ما يرقد؟ القراءه الليليه علاش مهمه وجهريه؟ اول حاجه جهريه بالصوت العالي، يعني بالصوت العالي انت تقرا له هو بجنبك، وعلاش ليه تشد يده وتحط له صبعه على كل كلمه هو مازال ما يعرفش يقرا، يعني مش بالضروره انه يكون سنه اولى ابتدائي حتى نسنسوا باش يقرا خاطر خايف، خاطر احنا المشكله توا نشجعوا على المطالعه خاطر خايفين في الانتاج الكتابي يجيني ضعيف ويجيب معدل خايب، ديما نربطوا بالنوت وبال هذه العقليه نتاع الولي مالوغوزمون توا. وعشان هيك سامحيني يا ناهد، توا الاولاد يكرهوا القرايه لانها قرايه على خاطر في ذهنهم هي مرتبطه المطالعه بالدرس، فما شكون يربطها بالعقوبه، هي هذه المصيبه، انه فما شكون يربطها بالعقوبه، انت ما عملتش درا شنو، عندك قصه باش تقراها وباش دونك تحسها تهديد واجبار. خليني معك ثريا وبعد نرجع لك سي الحبيب. نرجع للحكايه هذه بالذات انه السيستيم توا تاع لي بارون بالذات تعاملهم مع الصغير، اقرا نشري لك، اقرا نعمل لك، اقرا ليجل، ما تقراش نعاقبك، ما تقراش كذا، لو شونتاج الساعه، وهذاك اخطر حاجه. اي الحب المصروف. ثاني حاجه القرايه ولات ان فاردو بور لونفون. ما عادش حاجه حمل اي حمل ثقيل ولات ثقيل عليه، عبء ثقيل على الصغير. اولا احنا نراو انا نراو حكينا فيه هذايا قبل، حكينا فيه الكراتب المعبيه افون. احنا ولينا ندخلوا المطالعه في القرايه وهي هذه غلطه، راهي هذه غلطه المطالعه، سي ان الوزير ترفيه، هي وسيلة ترفيه، وعملية تفريغ وعملية ملء الوقت الفراغ، راهي مش وقت وقت القراية أو ميم طون شد قصة كما قالت ناهد، راهو أقرا قصة باش نجم تعمل إنتاج كتابي، مش مربوط ببعضه راه الولي ولا القصة تفتح الخيال. أنا راها واضح، أنا باش نعطيك معناها تجربة مهنية، أنا احنا في كناشر وعضو في اتحاد الناشرين التونسيين ومكتبي صاحب مكتبة ونباشر يوميا في المتلقين هذوما، معناها احنا ميداننا هو قصصهم مترقة. شوف فما حاجات ساعه نبعدوا عليهم لانه الحقيقه معناها انت في سؤالك هذا مسيت الدماله بصدق. شنو المشكل؟ يعني فما حاجات نبعدوا عليهم لانه بالنسبه لي انا حسب تجربتي واعتقادي، ونحن نشاركوا حتى في المعارض، وعندنا النسب نتاع القراءه خارج حدود الوطن، عندنا معناها النسب نتاع القراءه في الخارج، الناس اللي تقدمت عمره ما كان وسائل متعدده الاتصال سواء التلفز ولا ما نحكي، عمره ما كان سبب معناها في ما عمره ما كانوا سبب، بالعكس هم بالعكس يزيدوا في المطالعه، يكونوا حافز راه الاعلام اذا خدم خدمته صحيح يكون حافز للمطالعه، وهذا النتائج اللي عطاها. احنا نشوف فرنسا تقدمت حتى في نسبه القراءه، معناها تقدمت بنسبه 6-7% نسبه النشر تقدمت، معناها كي ناخذوا احنا الغرب تقدموا علينا اللي هم سابقين في وسائل الاتصال، واحد اثنين
الجانب المادي كي نحكيو على الفلوس مقدرة شرائية للعائلة التونسية مستحيل. علاش؟ على خاطر بطاقة شحن كارت نتاع بورتابل أغلى من كتاب. هاو كتاب قدامي بدينار. معنا الشهر التوب أكثر من الدينار. يعني تعلت في ضمن الأسباب أنه القدرة الشرائية، أنه الزمن المدرسي، أنه ما فماش إمكانية، والتكنولوجيا الحديثة وسيطرتها على الصغار وأوقات الصغار، كلها تعلت واهية حسب رأيك؟ تعلت واهية وواهية جدا. شنو السبب الحقيقي وانت ولد الميدان؟ ما بين كي يتفرجوا فينا تو مسؤولين، خلي يسمعوا من مهني وحتى الأولياء يسمعوا من مهني شنو معناها. راهو بالحق فما آفة كبيرة قاعدة تاكل فينا ومانيش فايقين. اللي هي معناها العزوف هذايا، معناها اللي قاعد بالضبط. شوف معناها كي نحكيو على الطاقة الشرائية، أنا نحكي لك على ولي يجي. إيه ما سامحني سي الحبيب، فما كتاب بدينار، لكن فما كتاب 30 و50 و60 و100 وفما محفظة يخترها بتشوف. احكي لي على المحفظة. لا لحظة، لا جايينها. أنا خاطر طعم المزية، لأنه شوف أنا يجي الولي لأنه رأس ماله. إحنا عندنا الصغار نتاعنا توا بالنسبة للإنجاب قلت، اللي عنده ولاد يشوف فيه ويشوف في ربي من الفوق، معناها تاع الورلا كان يطلب يجيب له، يجي ياخذ يشري له محفظة ب 250 دينار يشريها. ويشريوا الباراسكولار، اللي باراسكولار واحد يكفيه، كتاب موازي للبرامج المدرسيه واحد يكفي للتلميذ، ياخذ له 10 معناه توا الكتاب الموازي ب 10 دينارات، ياخذ ب 100 دينار وما يخش يقص ويجي للقصه وما يخش يقص بنار. وتولي فما مقدره شرائيه وغلاء الاسعار. السبب اميره، السبب انا نقول نحمل المسؤوليه في غياب الاراده السياسيه، نحمل مسؤوليه الدوله. لانه كي نحكي على وزاره التربيه، وزاره التربيه كانت تعاون فينا وتتبنى في تقريبا في نسبه 70% من دعم الورق، ووزاره التربيه في المكتبات عامله مجهود كبير، ولكن فما عمليه مقصوده وتحمل مسؤوليتي في تصليح العقول. فما عمليه مقصوده. اذا كان الولي احنا لانه غابت صناعه القراءه، ثقافه القراءه وثقافه المطالعه غايبه تماما، الكل استقل. وزاره التربيه كما حكى السيد المتفقد، معناها وزارة التربية كانت مادة ممتحنة، مادة المطالعة، وأنا قريتها مادة ممتحنة. الولي إذا كان في مادة ممتحنة، حتى الرياضة، حتى شنو تحب أنت، مادة ممتحنة يصرف عليها، يحط دم قلبه يصرف عليها. يصرف بما أنه ماهيش ممتحنة ما عندهاش أهمية، وهذاك علاش غايبة. لايق هذه يعني الحل حسب رأيك الحل الوحيد في الأولياء، أنا أقول الحل الوحيد في النظام المدرسي. أنا أقول إذا تم الدراجة في النظام المدرسي دونك الولي باش يتلهى بها دونك باش نرجع. الحل الوحيد كما قالت لك الدكتورة، الحل الوحيد أنا نعطيك صحيح، الحل الوحيد أنا نقول للأولياء من هذا المنبر، نخاطب الأولياء ونقول لهم إذا كان تحب كما تلبس ولدك وتفرح به وتزينه ويهز محفظته تلبس له مخه، تلبس له مخه على خاطر احنا نعرفوا النتائج معناها اللي حاصلة واللي حسبناها في الإرهاب. مثقفين عندهم شهادة عليا وهم ضحايا اللي ماتوا واللي سوا واللي مشاو كلهم الإرهاب في غياب المطالعة، في غياب هذا فارغ. هذا نحب نقول الاول. انا قبل نهايه سامحني نحب نمشي للروبورتاج هذايا تكمله مع التصريحات نتاع سي الحبيب العرقوبي اللي هو مدير عام مركز تونسي للكتاب، اللي هو زاد ناشر، اللي هو عنده اطلاع واحتكاك يومي مع اهل القطاع ومختصي القطاع، عندهم ما يقولوا في هذا الشان، اللي هو علاش اليوم فما هالعزوف الحاد على المطالعه والكتاب. تفاصيل من خلال الروبورتاج وراجعين. مرحبا بكم في كلام حرير. تعتبر المطالعة من أفضل الهوايات اللي يمارسها الإنسان وتقود إلى التميز والنجاح في حياته العلمية والعملية، وهي إحدى مصادر الحصول على الثقافة والمعرفة، خاصة في ظل العصر اللي نعيش فيه اليوم اللي فرض على أبنائه مواكبة كافة التطورات والتحديات، وأنه يكون على قدر عالي من الثقافة والوعي بكل ما يدور حوله. لكن السؤال اليوم، مازال فما إقبال من أطفالنا وشبابنا على الكتاب والمطالعة؟ وفي هذا الإطار زرنا دار اليمامة للنشر، وهي أكبر دار نشر في تونس مختصة في كتب وقصص الأطفال. وجود الميديا بصفة عامة واليوتيوب والإنترنت كل ما هو تحت الإنترنت أثر نسبيا فالكتاب بقي قائم الذات وبقي في موقعه، نجمش نقول لك أنه في وضع أحسن، لكن على الأقل حافظ على تواجده، حافظ على قيمته كمحمل للقصص للمعلومات. دار عليسة للنشر، وهي مختصة للنشر في إتليف عين، كان عنا لقاء مع صاحب الدار، حكينا معها عن مدى إقبال هالفئة على الكتاب والمطالعة. فما إقبال ولكن دون المستوى،
فما تحس فما عزوف على القراءة والإقبال على المطالعة. عنده عدة أسباب، يعني فما هناك أزمة قراءة في تونس، نعرفوها الناس كل، هذه موجودة يعني عند الاطلاع على الإحصائيات، يتوضح لنا جليا أن هنالك أزمة وأزمة حادة، أزمة مطالعة. الأطفال سهل باش تفهموا، فإذا كان أنت تقدم له منتوج مشوق وفي مستواه اللغوي، يعني تكتب له بالعربية مقصود منه متاع من 8-9 سنين 8-10 سنين ما ينجمش يفهم حاجة. دونك هو إتقان النص من طرف المؤلف للصغار، وشخصية الطفل تبعد عليها كل ما هو جارح. احنا ننشر الفئة اللي في عين، وننشر بصفة عامة الكتاب الثقافي، عنا توجه منذ 3 سنوات في نشر الكتاب الثقافي بصفة عامة. يعني فما إقبال أكبر في بالنسبة لهذه الفئة، وهو التخصص يعني اختارته الدار يعني في الخط النشر بتاعها. ربما الأزمة الاقتصادية أثرت على الوضع، وضع الأسرة بصفة عامة، وبالتالي يعني ولات مقتصرة على فئة معينة من المجتمع. زد على ذلك قلت لك تأثيرات الوسائط الأخرى، يعني كما هو الانترنت وغيرها من الوسائط، ولو أنه مثلا في المجتمعات أخرى يعني اللي خلقت الوسائط هذه، اللي اخترعت الوسائط، نجد دون النشر تنشر، ما زالت تنشر بملايين من النسخ. ويعني هذا يخلينا نفكر ان ازمه المطالعه في تونس يعني عندها عده اسباب. الخارج احنا نتجه للمغرب، نتجه للجزائر، ما شاء الله معناتها عندنا سوق كبيرة في الجزائر، سوق كبيرة في المغرب، لأن يجمعنا في ليبيا، فيجمعنا فما قواس مشتركة ما بين دول المغرب العربي. هناك الصعوبات يلاقيها الناشر التونسي، أهمها هي توزيع الكتاب. ما عندناش يعني توزيع مهني كما هو موجود في العديد من البلدان اللي فيها النشر متطور. هذه أهم. تقلص عدد المكتبات، لاحظنا أنه في السنوات الأخيرة تقلص عدد المكتبات المتخصصة خاصة في الكتاب الثقافي، وهذا يعني يرجع عنده نتائج وخيمة على التطور يعني حركة النشر في تونس. خلط في المشرفين على دور النشر، فتلقى ناس معناتها منعرفش أنا أقل اندماج، أو كيش قولك معناتها ما عندوش خلفية تعليمية أو خلفية الطفل شنو يتطلب أو الكبير شنو يتطلب. تلقى حاجات متاع معاش أنا عمر 16 عام وينقصوا فيها شوية وينشروها للسنة أولى وسنة ثانية، ولا عمر 9 سنين وعشر سنين وكذا. فهذا وخلى المسألة الجانب المادي، اللي هو فما ناس اتجهت للميدان لأن عندها فلوس باش تطبع وتنشر وتعمل قاو فيه مجال للربح وكذا. فالناشرين حبذا لو أنهم مع الفلوس يكونوا ناس عندهم اطلاع وعندهم دراية بالطفل وكذا. سي الحبيب، حد ما ينجم ينكر قيمة الإصدارات التونسية بإمضاءات تونسية في مختلف الأجناس، لكن كما قلنا للأسف ما فماش إقبال، وبالتالي فما أزمة بالنسبة للناشر، فما أزمة بالنسبة للكاتب، فما أزمة بالنسبة للسوق. دونك إضافة إلى اللي تقال، شنو تنجم تزيد أنت؟ أنا نضيف لك معناها اللي الإصدارات التونسية والإبداع التونسي ودور النشر التونسية نجاحها في خارج حدود الوطن أكثر من اللي في تونس. احنا معناها تونس قاعده بالازارات نتاعها وبالمبدعين نتاعها وبالكتاب نتاعها، شرف في تونس في المحافل الدوليه، اسواق
اللي خارج حدود الوطن تباع الكتب التي تباع. ما المقصود ان هي اسواق يعني بالتحديد فرنسا المانيا بلجيكا ولا كل الدول العربيه؟ حتى الدول العربيه معناها كي نحكي عن انا كي نحكي على الجزائر اخر مره في معرض الجزائر معناها تقريبا مليون زائر جا لمعرض الجزائر لا مقارنه بمعرض تونس الدولي يعني كي نحكيوا على مئات الالاف في معرض تونس الدولي يعني على يعني فهم العمليه كما حكيت الكاميرا والحقيقه ما نحب نمس بالضبط النقطه هذه بالضبط راهي فما عمليه مقصوده للاسف الشديد اسمها تصليح العقول ما يحبوناش ما يحبوش ولادنا يقراوا ما عادش يحبوا ولادنا المطالعه فما برامج الحقيقه لازم اعاده النظر كي نحكيوا انا على التجربه نتاع الامارات وانا نحب نتوجه لسي كمال الحجام مدير العام المراحل الابتدائيه كان يسمع فينا وزاره التربيه وبوزاره التربيه ونقول له هو ينجم يعطينا تقييم تحدي القراءه العربي اللي عندنا فيه توانسه كانوا من في الصفوف الاولى في تحدي القراءه العربي اللي معمول معناها هاي امارات شنو عملت معناها وغزوت معناها البلدان العربيه راهو اذا كان نحبوا نجموا نوصلوا راهو معناها كل في كل مره يطرح موضوع المطالعه للاسف الشديد احنا ندينا ألف مره الى السيد وزير التربيه نقول له رجع ماده المطالعه راهي كان ترجع ماده المطالعه على اعداد ان شاء الله حتى على 0.5 تتحرك تتحرك الامور راهو الولي ولا ما يمشي كان بالفلوس يا اخي انا نقول لك بكتاب دينار والشحن معنا اللايت معنا اكثر من الدينار انت تقول لي راهي العمليه الحكايه كل راهي لهنا معنا بالنسبه للولي كان تولي معنا ولده باش ياخذ على اعداد تو تشوف كيف الحركه تو يولي يثقف ونولوا عندنا معنا ابداع ونولوا يولي الدولاب يدور على جميع الاسعده نحب نقول الاولياء نتاعنا فقط نختم مع كاميرا قاعدين نحزوا توا في العنف اللفظي في الشارع قاعدين نشوفوا قاعدين نشوفوا في الاخلاق والذوق التونسي والدمغجه وهكا غياب المطالعه في عنف وراه اختر راهي افه رانا باش نمشيو في الساقين نعرف انا ثريا حبيت ناكد على نقطه هو قال الدوله ماهيش مقصره على اساس انه هالمهرجانات او التظاهرات مش نحكي على البرنامج المدرسي او الاصلاح المدرسي وادراج ماده المطالعه في التقييم والاعداد ربما تتحرك الامور نحكي لهنا على استراتيجيه الدوله دور الدوله نعرف انه الدوله وتحديدا وزاره الثقافه تشرف على زوز معارض كبرى معرض الوطني للكتاب معرض تونس الدولي للكتاب تتحرك فيه بالمعرض الجوي فما مبيعات والمعارض الجهويه لكن حسب رايك هذا كيف يديوم والا لا في ظل الازمه الحاده اللي يعيشها قطاع المطالعه والكتاب ماهوش كافي يا امير ماهوش كافي علاش اولا المعارض موسميه ماهيش يوميه معناها انا ما نكتفيش بمعرض وطني لمده معينه اسبوع ثم معرض دولي لمده معينه كيف كيف ثم معرض في سوسه ثم معرض في صفاقس لا فما حاجه في الاوروب نراو فيها في عندهم كيما لي زاغي دو بوس هذوكم اللي يبدا فيها كتبات فيها كتبات اما اغزر العقليه ما احلاها هذيك الاشكاليه اللي عندنا هي مشكلتنا احنا والله هنا الكتب ما يتسرقوش الكتبه ما يتسرقوش يا اميره الكتبه ما يتسرقوش لانه الكتبه ما يعرفش يبيعهم ما يجيبلوش الفلوس اللي باش يسرقهم والله لا يتسرقوا معناها عقليه ما يتسرقوا راه يقراوهم لو يتسرقوا باش يقراوهم يا حبذا نرجعوا كلام سي حبيبه هنا انه جيل كامل قاعدين نعانيو في جيل او جيلين يظهر لي سي الحبيب تربيو تربيه غلطه بالحق نظام تربوي كامل غلط يزمو يعاود يتصلح من جديد راهو مش لي بارون برك علاش النظام التربوي علم لي بارون الكسل وعلمهم يردوا ولادهم ماكينات صغير ولا ماكينه راهو في الكلاس اقرا واحفظ في الدار اقرا واحفظ وجد يعطيه دروس للدار كي يقعد دروس للدار الولي ما عادش يهمه اما انا ما قري لي ولدي اما قري لي ولدي الولي هو اللي يطلب راه في الدروس الخصوصيه على فكره مش المعلم برك والمعلم لقاها فرصه باش هو يفرض بلاصتو ويخو حقه في الحكايه هذه نكمل لك اميره بالتالي هي ستان سيركل فيسيو يلزم اعاده الاصلاح من جديد اصلاح من جديد بهنا التوجيه كما سي محمد لهنا في ظل كل اللي قلناه هذا ما ينفيش انه فما شغف وفما قراءه قامه على الانترنت بمعنى انه الاحصائيات على قد ما تاكد انه الازمه حاده في علاقه بالكتاب لكن الازمه نسبيا منفرجه مقارنه بالقراءه والمطالعه على المحامل الالكترونيه شو تفسيرك هو الفكره انه اصبح عندنا سهوله اكثر في القراءه من خلال الانترنت اليوم العديد والعديد من الكتب هي متوفره في صوره بي دي اف وصوره واشكال مختلفه تو الموبايل والتكنولوجي بتخلي الجهاز موجود معي في اي وقت وفي اي مكان اقدر ان انا اخرج واتعامل معه
الكثير من الناس الآن أصبحوا يفضلوا القراءة من الإنترنت، لأنه في وسائل البحث اليوم جوجل ما بين قوسين هقوله هسأله فيعطيني بالضبط اللي أنا عايزه، وبالتالي وفر علي في الوقت، لكنه في نفس الوقت أخذ مني جزء من القراءة التقليدية اللي أنا كنت هروح أدور ويلزمني أني أقرأ برشا كتب عشان أوصل للمعلومات سهل العملية مرة واحدة. لكن في نقطة خلينا نكون واضحين، النقطة اللي هي الإحساس اللي نحسه به وإحنا نقرأه ونتصفحه في الكتاب والورقة. لا هو هو بس قبل ما ناخذ التليفون شوفي شوفي احنا توا قاعدين نتكلم على المشهد من وجه الواجهه الصعبه فيه، لكن في زاد وجهه مشرقه في الموضوع. في الان الكثير من المبادرات اللي قاعده بتحصل في تونس، وانا شخصيا يعني عايشت العديد منها. على سبيل المثال عندنا مبادره فراشات قارئات في صفاقس، وانا بشكر القائمين عليها، وغيرها من المبادرات. في ناس الان بيروحوا على الحدائق. المبادرات نحكي على المبادره هذه في نفس السياق. هذا هو شوفي، اذا في الان تقاعس في جهه فما فيش حل غير انه احنا نمسك زمام الامور. زمام الامور، وانا بدعو نلقاو الحل. وانا بدعو اي شخص عنده مبادره ليها علاقه بالقراءه بيشتغل عليها انه يتصل علينا ويحكي لنا. مهم جدا. متصله ربما تكون عندها ربما تكون المداخله امتاحها فيها علاقه بمبادره خاصه بها وبصحاباتها ولا بصحباتها في اطار المطالعه. الو على السلامه مدام بن عروس هكا. الو على السلامه. مرحبا بك يلا. مرحبا بكم. يعيشك تفضل. والله انا في الموضوع حبيت نتدخل خاطر عندي بنتي سنه اولى. اشكف نقولها مثلا اقرا قصه ولا حكايه، قل لي امي نمشي نحل يوتيوب نسمعها على اليوتيوب. اي نحس انها كي تسمعها فيسع ما تدوف القصه، اما نحسها ما تتعلمش، ما تستسهل لك وسائل التكنولوجيا الحديثه. هذا اللي كنا نحكي فيه يا ورده، الاستسهال والسرعه في التلقي مقارنه بالتكنولوجيا الحديثه. وحبيت نحكي زاد حتى في المدرسه كي تعطيهم مثلا المعلمه ملف، نقولها مثلا اقرا القصه هذه باش تعمل عليها ملف ولا حكايه، كل هم تقولي لا استيقلت لنا بر واطبعوا وجيبوا المطبوعات اللي كنا نحكي فيه طريقه آلية تسهل الحكايه. اي تسهل الحكايه، وممكن نقول زاد حتى وزاره التربيه عندها دخل في هذا. وردة نهد باش نسألك سؤال، أما أنا اللي نقوله لك الحكمة بيدك أنت كأم، حاول أنك ترغبها من قبل ولا من خلال آليات بسيطة، أما تنجم تخلي من خلالها شغف كبير بالكتاب والقراءة والمطالعة. نهد فضل كلمة لك. مدام وردة جوست حبيت نسألك، أنت تقرأ ولا لا؟ تقرأ كتب أنت ولا لا؟ بنتك تشوفك تقرأ كتب ولا لا؟ أنا كنت نقرأ قبل، أي أما صغاري ما نجمش نفرض عليهم الحكاية هذه، ما نجمش نوصلها لهم المعلومة أنك باش تكون حاجة يلزمك تقرأ باش تنجم تعبر باش تفرض وجودك حتى في فهمتك. اللي نقصده أنا فما طريقة امبليسيتمون معناها بطريقه غير مباشره انك تتسنسها وتحببها في القرايه وقت اللي انت تجي كي تحكي لي وتقولي بطريقه مباشره. اذا كان حتى المعلم في القسم كي يلقى التلميذ جايب له معلومه حاضره يرفضها ويعطيه النوت ويجم يعاقبه عليها، ويجي انا كي يعطي اي تعبير عادي بسيط على قد مخه ما ياخذش النوت يولي ولدي في حد ذاته يتشجع ويمشي يجري حتى ويعمل كيما اصحابه باش ياخذ النوت وكها وتقف غادي. واضح يا ورده. هذاك علاش دورك انت باش تحفزه، هذاك علاش دورك انت باش تقرا له على الاقل ليليا تقرا له صفحه ولا نصف صفحه حتى خمسه دقائق كل ليله. سي محمد وبعد نرجع لك سي الحبيب، اقعد معنا ورده. مادام احنا انا حنصحك بحاجه، خلي القراءه وقت مشترك للمتعه. الصغير والله هو محتاج امه وابوه معاه ولو درج في اليوم، بعيد عن القرايه وبعيد عن الماكله وبعيد عن كذا. انا اقول لك على حاجه، هات كتاب فيه شويه حاجه فيها شغف، يعني معلش خلينا نتكلم، راه اولادنا محتاجين مواضيع فيها شغف. احكي له على دلافن، على البراكين، على حاجه هيك حسب هو حبه، اذا بيحب الرياضه على الرياضه حسب ميولاته، على الرياضه اذا بيحب عن العلوم عن العلوم، على الفضاء عن كذا، وابدا احكي له وقري له على الحاجات اللي هو بيحبها. اوتوماتيك يبدا الصغير يحب الوقت، مش في الاول هو مش بيحب الكتاب، هو بيحب المتعه اللي مربوطه بالكتاب. بشويه بشويه تصير المتعه هذه تنتقل للكتاب نفسه. ما ننساش يا جماعه، ما ننساش انه القراءه
واحدة من أهم أدوات تطوير الذكاء عند الإنسان. صح. والقراءة مجرد ما الإنسان يقرأ الخلايا تبعت الدماغ بتدخل في عملية متواصلة من التطور والنمو، وكل ما كانت القراية فيها خيال كل ما كانت الشغف أكثر بالكتاب مع السجم وتخليه وفائدة. خطر حتى واحد فينا ما يتذكر. ترى أنت كيف حكيوا لك أمي سيسي قبل توا كان يوريو في التلفزه أمي سيسي، كلنا نعرفوها اللي هي أمي سيسي، كل واحد كيفاش تخيل عليها. لكن توا قول سبايدر مان توا العباد الكل تعرفوا وكل صغير يصوروا لك. ما عادش فما خيال. يا اميره الصوره النمطيه يا اميره انا نعذرها المتدخله توا نعذرها. علاش؟ على خاطر بالحق ما خلولهاش الفرصه، لانه لو كان المعلم يشجع هذا النوع من الابداع اللي قالت على بنتها ولا ولدها، معناها يشجع النوع تاع الابداع الفردي الابداع الخاص به. اما شوف انت قالت انا كيف يجيب له تلميذ يجيب حاجه حاضره من الانترنت معلومه حاضره ياخذ عدد خير من اللي وحده يحاول يجتهد ويبدع ولا ياخذ من الكتب. هذه الغلطه، لانه احنا المعلمين كي يعطيوه معناها كم من الدروس كم كبير يقعد للصباح ما يكملش، وخاصه مدارس الخاصه. انا نقول معناها كي يعطيوه التلامذه معناها دروس بالحق. انا بعض ما يعني يعطيوا التلامذه دروس يعني للصباح ما يكملهمش، ما يلقوش حتى الفرصه باش الولي يولي يخمم في اتمام الدروس الولد. هذا واحد. اثنين اميره تختم معك فقط انه تعقيبنا كلام سي محمد، وهذه الحقيقه النصيحه موجهه للاولياء. انا ديما نحب نقول حاجه برك، راهو بالحق كان نحبوا نصنع من ابنائنا اللي نعرف ان كل ولي تلقاه عنده ولده كما قلت يشوف فيه ويشوف في ربه، يحب يصنع منه ويحب يعمل له مستقبل زاهر ويحب ينمي له عقله ويحب لازم يلقى له اي طريقه وتولي المطالعه نوع من الاحتفال. سي الحبيب الكلام ساهل اما الفعل بالحق رانا نشريو ونخليه الكتب مرصفة، لكن نعجزه باش نلقاو الوسيلة أو التحفيز اللي من خلاله باش نشجع ولدي على أنه يسمعني وأنا نقرأ له الكتاب، وإلا وحده يحل الكتاب ويقرأ. هذه مشكلة موجودة عند كل العائلات، ونحاولوا ربما من خلال طرح الموضوع اليوم أن نلقاو أدوات أو أساليب أو طرق سهلة للتحفيز. أعطينا الحل حاليا باهي في نفس السياق. نحب نحكي على الكرتابة العجيبة هذه. نعم. هذه مبادرة. نعم. قمت بها. نعم. بالاشتراك مع وزارة التربية. نعم. وزارة الشؤون الثقافية الإذاعة والتلفزيون التونسية. للتشجيع على القراءة. نعم. والمطالعة. نعم. وكانت النتائج ممتازة. نعم. وممتازة جدا. نعم. والبداية كانت من بنزرت. نعم. أعطيني أكثر تفاصيل عن هالكرتابة المزيانة العجيبة اللي فيها برشا كتب. نعم. نعم. واللي بدات التجربه في بنزرت. بالضبط اميره، لانه امام الحقيقه امام، وانا حاب حتى فرصه معناها لضيوفك الكرام باش يعرفوا، يعني امام العزوف وامام صعوبه معناها التعاون مع التلقي كما قالت اميره، العائله اللي في الدار اللي معناها يوفر الكتب، ولكن للاسف الشديد انه ما فماش معناها اقبال، معناها ما فماش رغبه. الرغبه هي الحكايه كل رغبه. شفنا احنا رغبه وتحفيز. احنا من خلال مهنتنا، انا معناها مهني وتقريبا 20 سنه في المهنه ذي، وفي معناها نصافح يومين في الاولياء وفي التلامذه. في شوف عدنا حتى في عدنا في مدينه بنزرت، مدينه الجاليه الحقيقه نحييها مهالي مدينه بنزرت، عملنا تجربه مع بالتعاون مع المندوبيه الجهويه للثقافه للشؤون الثقافيه ببنزرت ووزاره والمندوبيه الجهويه للتربيه ببنزرت، لانه في كل مره كنا نمشيو لمعرض بنزرت، لانه عندنا معرض يقام في من 14 جان في كل عام، الدوره 12 توصل، نعملوا مكتبه للمدرسه. ولكن كي نرجع السنه المقبله كي نرجع، لكن المكتبه ما قام شيء، المدير ما يحبش يتحمل المسؤوليه نتاع المكتبه. تتسرق كتب؟ تتسرق تتهز، المدير ما يتحملش مسؤوليه لانه معناه ما عندوش فضاء للمطالعه، المطالعه معناه اخر حاجه. قلنا احنا استعملنا في هذه، والحقيقه السيد وزير الثقافه نحييه لانه حتى عنده معناها السي محمد العابدين عاوننا فيها، لانه فما عمليه نتاع احنا استعملنا سلطه المعلم. تعرفوا احنا المعلم عنده سلطه على التلميذ، والولي امام المعلم يقبل امام ولده، يعني التلميذ عنده صغير يلتزم، عنده سلطه على العائله الوليد، والمعلم عنده سلطه على التلميذ. خذينا محفظه هذيك اللي كنت توري فيها اميره، حطينا فيها 10 كتب بالعربيه و10 كتب بالفرنسويه، وال10 كتب تكون تتناغم مع البرامج المدرسيه، وبدعم من عديد الشركاء اللي معانا، الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، اتحاد الناشرين التونسيين، اذاعه وتلفزيون التونسي، اتحاد الكتاب، الاذاعه الوطنيه، التلفزه كذلك، يعني هالناس هذوما اجتهدوا. كيف تبث العمليه؟ العمليه بالضبط ياخذ نعطيهم المحفظه للمعلم. المعلم يعطيها للتلميذ كل اسبوع عند التلميذ، والتلميذ مطالب كي يعطيها للمعلم في بنزرت عملناها، مطالب نحب نحكي حتى فيها نكته الحكايه. بإيجاز. بإيجاز نعم. والتلميذ يهز للدار يقعد اسبوع عنده كامل يقرا هو خمسه افراد من العائله. عندنا رئيس محكمه في بنزرت جات المحفظه لداره. وهو عائلته مش بحذاه، شو يعمل؟
مشى روح القفصه جاب عائلته كلفته 200 دينار وقرا هو ولده والعائله ذوكم ومن بعد مضاونا عندنا دفتر نتاع امضاءاتك الافراد نتاع العائله مضى هما قصص بسيطه جدا 10 قصص لكن الرمزيه فيها اللمه وفيها التلخيص وفي التعبير الكتابي القسم للمطالعه العائليه هي حقيبه تخرج من القسم من المدرسه الى العائله والحقيقه في بنزرت حققت نجاح ونحب نعطي بعض الارقام رقم واحد قبل ما نشوف الفيديو رقم واحد المحافظه هذه معناها مدرسه عام في شهر فيها خمسه محافظ عملت 1800 قاره في شهر عملت المدرسه دي عملت 1800 قاره لانه كيف يروح يقرا مع خمسه من العائله وفما تجاوب كبير وبدات تعمم في بدايه يتم تعميمها في مختلف المدارس الاخرى بدعم من وزاره الثقافه ووزاره التربيه سيكون تعميم على كل مدارس الجمهورية ابتداء الموسم الدراسي الجاي ان شاء الله ان شاء الله يمكن حتى بدايه من راس العام ان شاء الله التعميم باهي خلينا نشوف مع بعضنا الروبورتاج الثاني اللي من خلاله رصدنا راي المواطن التونسي في العزوف عن القراءه وعلاقته بالكتاب والمطالعه وهكا كانت الاجابات بالنسبه للمطالعه تو قلت علاش كثر الانترنت والامور في الاعلاميه وال التواصل الاجتماعي فهمتني توا بالنسبه للمطالعه صعيب ياسر قليل اللي تلقاه يطالع كاش الاطفال اللي مازالوا صغار يحبوا يطالعوا باش ينجم يعمل انشاء ينجم يلخص انشاء يلخص حاجه هذاك هو قليل توا تيوج الجرايد توا تقرا على الالكتروني وما عادش يقراوا الجرايد دي ساعات مش ديما بالكيف هكا ما عنديش غرام كبيره ما هكا ساعات كي نبدا فما حاجه معناها تستاهل باش نقراها عادش بيها شنو اخر كتاب قريته؟ صافي سعيد كيتش كهو ما هذه اللي نستحضر بقية اللي ما عنديش معاها فهم طالع اليوم تشري كتب لا مش برشا شوي شوي شنو اخر كتاب قريت ما لا ما نتذكرش ما كتبش هيك قلت مش برشا ما لا حسب رايك علاش فيسبوك كهو كل وقت ووقته تو فيسبوك وواحد معناها ما عادش فما وقت باش طالع كتاب ولا سيفي فما حاجة باش تشوفها ترجع لكي فيسبوك أي خبر أي نوع تحكيها كهو يعني هذه هي تو ثقافة كل شوية في تونس ثقافة فيسبوك هي معنا طالع وتشري كتب؟ لا شري كتب لا طالع جرايد شوية معناتها مش بحكم برشا حاجات كتب لا من شري شام حسب رايك زعم الشباب والاطفال مازالوا عندهم اقبال على المطالعه وشارين الكتب في ظل الانترنت لا, لا لا في ظل الانترنت حاجه مش باهيه هذه باهيه مسيره وبالنسبه للكتاب تنسجم لوحده كتب توا موجودين باش يستعملوهم الحماصه واحد ما حاجه اخرى ما ثماش صعيب ياسر الجيل هذا كله انترنت المطالعه لا ما عنديش بها غرام تتذكرش اخر كتاب قريت شنو اخر كتاب ما قريتش كتب حسب رايك انت توا الشباب علاش ما عادش يقبل على الكتاب خاطر كل عنده حاجات اخرى اولى حاجات اخرين معناتها تلهوا فيهم قليل تلقى شكون يطالع لا ما نطلعش منيش الكروب تو في وقتنا هذا نحسوها حاجه غريبه تمشي تطالع علاش عمري ما طلعت تحس معناتها تقول معناتها باش نمشي نطالع عندي وقت انا باش نطالع ما عادش نشد وقتك ساعة ونص ولا خدام ما عادش تطالع تحس حاجة غريبة والله أكبر غلطة نحن اللي تعلمناها اللي هو الإنترنت صدقني هو ضيع شطر معناتها الجيل نتاعنا خاطر الكتاب وحده معناتها تو مثلا الفيسبوك هذا كله افتراضي عالم افتراضي وغلط وأبيض وكذا أما كي تشد كراسة ولا تشد كتاب سامحوني فهمتني وتطالعوا من أ جوسكا زي تو اسأل أي جيل بالجيل الصاعد هذا كان يقولوا ابو القاسم الشابي ولا يقولوا على المتنبي ولا يقولوا على طه حسين ولا يقولوا كلمه ولا على بن محفوظ ما يعرف شيء يعرف كان باش يكونكت باش تعرف شنو باش يعمل حكايات فارغه وهو عملوه هذوما من المجتمع الغربي عملوا باش يمارسوا في معناتها عباره على ريباراسيون ما بين فهمتني في بلاصه باش تمشي البريد البوصله توصلك المعلومه ديريك نحن بالعكس لهنا في المجتمع العربي عاملينه الحكايات فارغه فهمتني للاسف كانت هذه اراء التوانسه سي محمد تعليقك على اللي سمعته وعلى اللي شفته فما ناس مصدومه بالاراء لا هو راه هذا واقع لكن دائما 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 نقول انه توا في العديد من المبادرات اللي قاعده تحصل عشان احنا عايزين نشجع اوكي فما واقع سيء لكن راه هذه الواقع مش حيتغير الا اذا احنا كل واحد بدا يغير من جهته الموضوع وعي يا اميره وعي
والموضوع تربية، والموضوع تغيير في المجتمع، مش فوق هذا الموضوع، مش رح يجي بقرار انه احنا اقروا تمام. الأهم شيء انه نخلق المبادرات اللي تخلي الأسرة يرجع لها قيمة القراية مع بعض، زي موضوع الحقيبة، هذه فكرة رائعة جدا، فكرة ممتازة ونتائجها بالحق ممتازة. محتاجين المزيد من دعم هذه المبادرات، انه احنا نخصص لها الوقت، نقدمها في الاعلام، الدوله تشجعها، المجتمع المدني، وين المجتمع المدني؟ حاجه كبيره، احنا قاعدين نحكي على الدوله، وين المجتمع المدني؟ مجتمع مدني، ثم مبادرات وثم جمعيات قاعده تقوم بنشاط، لكن هذا غير كافي. للجمعيات توا مبنيه على نسبه الوعي، مش ليه يظهر لي، لا مش ليه باش يوعي، ولانه وعي الوالي باش الصغير يتربى على نظام معين، فما جيل ضاع سي ما عادش نجموا نرجعوه. راهو اميره الله غالب، ما جيل غلط ال 20 و 30 عمره ما قرا كتاب، تو عمره 30 سنه باش تقول له اجا قرا كتاب، ما يجيش، ما عادش نجم، ما عادش نجم. اذا كان نبحثوا على الحلول اميره امام بعد اذنك، امام الافه هذه الحقيقه، اذا كان بإجازة قبل ما ناخذ صالح من القروان، اذا كان نبحثوا على الحلول، الحلول راهي موجوده كما حكينا مس محمد، يعني نحكيوا على إرادة الدولة تربية. أول حاجة، أول حاجة الإرادة السياسية، إرادة سياسية، إرادة والحقيقة الدولة. وأن كان أشك في ذلك، لأن السياسيين تاعنا ما يعرفوش حتى كي ياخذ الكلمة في الميكرو فيه، معناها من في غياب الكتاب وفي غياب المطالعة وفي غياب تنمية فكره ومعارفه، أكتشف فيش قاعدين يعطيو فينا، معناها السياسيين تاعنا للأسف. وإحنا مجلس النواب هو مشترى، معناها ونموذج من على المطالعه وعلى التثقيف وعلى صناعه القاره وعلى 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 هذا معناها. خلينا ناخذ المواطن من القيروان ونرجع لك. الو صالح. مرحبا يا اميره. مرحبا بك، شنو احوالك؟ لاباس؟ والله الحمد لله، القيروان تقريك السلام، وتحديدا حجب العيون يا اميره. يعيشك يا سيدي، انا زاد نسلم بارش على القروان وعلى القراوه الكل، ومولد نبوي شريف، الاحتفالات كانت ما شاء الله في القيروان، والناس مشيت من كل بلاصه للاحتفال بمولد حبيبنا محمد عليه الصلاه والسلام. نهنيكم ونهني وزاد الشعب التونسي وكل الشعوب العربيه. سيدي مداخلتك في اطار موضوع الحصه الليل اللي هو الليله اللي هو المطالعه. شكرا أميرة، نحاول بأسلوب برقي بإذن الله، وأنه نجدد التحية معنا بالضيوف بتاعك، خاصة سي الحبيب، وأنتم اليوم أنا حرير الكلام، هو حرير الموضوع اللي تقترحوه اليوم. بالله تحية من الأول الأخت أمينة مكبة في نابل، اللي على جراء الأمطار الأخيرة، وقت اللي معناها رينا التأثر بتاعها معناها بالكتاب، كنا نحكيو عليها في الكواليس. يعطيك الصحة، معناها حبينا بها تحية. أميرة أنا واحد من الناس ربما قلت لك ببعض الملاحظات نحاول باش معناها أسوقها تباعا، لانه انا ناكد لك من خلال ما عمل تجربه ميدانيه مؤخرا، انا وقعت حالتي على تقاعد بعد 40 سنه في القطاع الثقافي، يعني عندي علاقه متينه تقريبا بالكتاب. لهنين انا نمشي مع فكره، وانه راو الوسائل معناها الاتصال معناها الحديثه كسوا معناها هذه الفيسبوك ولا الجوجل، معناها هي راي القضات على المطالعه وقضات على القراءه لدى الناس نتاعنا. احنا اللي تربينا على مقوله وانه خير جليس الانامي كتاب، يا حسره على الكتاب وقت اللي كان الانسان عينيه حشاك سمح لي بين ظفرين تتقب يبحث عن المعلومه ويجري ويجتهد ويمدها المعلم ولا الاستاذ نتاعو. اليوم يدخل التلميذ معناها بالسام في التوش يمدها بنقره نتاع زر تخرج المعلومه في سجون يعطيك تبدلت المعادله اليوم. لا معناها سامحني اللي يقول لي غير هذا راهو سامحني يقول له راك غلط في التحليل نتاعك. بالتالي سي صالح الوقت قاعد يزرف فينا حسب رايك يا أمي بحكم انتمائك للقطاع، كيفاش نرجع نحبوا الكتاب؟ اولا الشعب بالنسبه على مستوى المكتبات العموميه ماذا بينا نجدوا معناها المخزون نتاع الكتب، لانه برشيك كتب يا اميره راهي ما وقعش تجديدها، معناها تقريبا تدخل بعديد المكتبات ما هيش مواكبه لاخر الاصدارات، يعني كتب قديمه. يعطيك الصحه. سي الحبيب مع كل احترامي ليه راهو استشهد بكتاب ربما ذيك قصه معناها تسوى دينار، اليوم راهو اقل كتاب مع كل احترامي. يا قلت له فما ال 40 وال 100 وال 200 سي صالح. ولا يعطيك الصحه، احنا نشجعوا الانتاج التونسي، اليوم اي واحد باش ينتج كتاب جديد في تونس يبدا شاعر مبتدئ يتسمم بين ظفرين بكره العمل نتاعو راهو ما قلش من 10 دينارات. معناها ما سي با فري، وانه الكتاب بدينار. حاجه اخرى ماذا بينا تحبيب يتفاعل معنا تفاعل ايجابي. نحب نعقب على كلامك سيدي نحب نعقب على قلناها كلامك. قلناها راه بالحق الكتاب لا يتجاوز الدينار اذا كان مش اقل، لانه بالنسبه للقصص على نحكيو على قصص الاطفال، وهذوك هما راس مالنا في القراءه، لانه اذا كان اليوم يقرا كتاب بدينار ويحبه ويتعود عليه وترسخ فيه تقاليد المطالعه، تاكد ان كتاب 40 دينار، وان كان 40 دينار راهي في القواميس وفي البحوث، احنا كي نحكيو على في عين وعلى غرار هذايا معناها راهي الكتاب ما يفوتش 3 دينارات.
بالعكس معناها راهو فما مغلوطه. لكن سي الحبيب لا لا فما زاد كتب غالي. ما فماش كل الروايات ما نجمش نحكي على احلام مستغان. لا لا الكتب سيونتيفيك كلهم غاليين. فما كتب وفما كتب. لا لا بالله النقطه هذه خلي كمل الاضافه خلي الوقت قاعد يدير فينا سي الحبيب يعيشك. نقطه اخيره سي صالح اخر نقطه نقطه اخيره سي الحبيب ماذا بينا تفاعلنا راهو معنا في اطار عقلاني وبكل محبه. لا لا بيان سور تفضل. يعطيك الصحه سي الحبيب. انا مثلا من موقعي انا منذ تقريبا على الاقل 3 سنين لحد عام الاول دار ثقافة حاج بالعيون تحيي مع معناها ملتقى ربيع الشعر فضا بينا كل عام نعملوا معرض نتاع كتاب نتصل بك شخصيا يتعذر علي بصفتك كناشر وكمسؤول تقول لي معناها يتعذر علينا معناها تنقل حاج بالعيون دمام نفس معناها دور النشر وقتاش معناها الى متى تبقى تونس متوقفه كان على معرض تونس الكتاب فضا بينا إيه هذا شقلنا هذا شقلنا هي مبادرات غير كافيه واضح سي صالح نعرف انه الكلام كبير والنقاط متشعبه والكل تصب في خانه واحده اللي هي كل الإشكاليات والأسباب تهز للنتيجة الحتمية وللنتائج الكارثية اللي نعاني فيها اليوم اللي هي العزوف عن المطالعة. ذكرنا بعض ربما الأدوات أو الأساليب والأساس هي سياسة الدولة مؤسسات الدولة والولي منذ الصغر كيفاش يجم يحفز ويحبب صغيره في الكتاب. كلمة الختام يظهر لي هكا قالوا لي قبل ما نكمل نحب نكمل الختام معك مع بعض الأداء. نعرف اللي أنت تبارك الله كما قلنا إعلامية أديبة عندك العديد من الإصدارات وروائية زادة فما رواية ريح الصبا ثريا رمضان فما ثريا رمضان غدا يشرق النيروز وهذه سمعتك وأنت تلقيها محلاها وهذيك ما نشوفش راني من بعيد عارية عارية أنام والخطايا أنا بدي ما نشوفش مطفي دونك مع القمريتي الله غالب أنا باش لازمني نقرا محمد كلمة الختام ونعرف أنه الأفاق والاستشراف الإيجابي معك ما ينجم يكون كان ممتاز. نبدأ كل واحد الآن بما يستطيع مع أولاده. أول شيء نبدأه أنه الكتاب يتحول إلى هدية يكون جزء من أهم الأشياء اللي تكون عندنا هدايا هو الكتاب. هذا أول واحد. حتى في يوم العالم اثنين ما بلاش نربط القراءة دائما بالدراسة وبالدرجات. ثلاثة يلزمنا نفهم أنه القراءة هي استثمار رئيسي في ذكاء أبنائنا ومستقبلهم. القراءة مش تضيع وقت، القراءة مش تضيع فلوس، استثمار استثمار أساسي لمستقبل أولادي. واضح. نحكي في ساعة في ساعة بيع وجلاء على دو فولي في نفس الوقت، أهمية القراءة بالنسبة للطفل وبالنسبة للكبير، بالنسبة للطفل، راهو برشا حاجات مثلا أنا يجيوني يقولوا لي مدام بربي كيفاش باش نمهد لصغيري دخلوا للروضة، كيفاش باش نمهد له دخلوا للمدرسة، كيفاش مثلا أنا متبنية صغير كيفاش باش نوصل له المعلومة اللي هو متبنى في لاج دو 3 ans، راهو سي أترافيغ أون إيستواغ، وقت اللي نقرا القراءة الليلية لصغيري باش نعودوا على المدرسة فما إيقاع، فما موسيقى، فما جو يلزم يتوفر في القراءة الجهرية القراءة ليلى بدون موسيقى صغير يحبك القراية بدون موسيقى القراءة الجهرية في حد ذاتها هي قبيلي كنت نحكي انه مدام ثريا هي لا بارتيان او تياتر هي تنتمي للمسرح خاطر انت كي باش تجي تقول مثلا وقام الطفل وقال انت اول ما باش تبدا تحكي هكاك وبعد باش تبدا تقبل الحكاية فوالا دونك انت الصوت هذاك الجهوة اللي باش تخدم به هو اللي باش يخلي الصغير هذاك تحبه باش يسمع باقي القصة. الفولي الثاني اللي هو بالنسبة للكبير راهو تنجم تاخذ السورس نتاع تنحي ستريس بنسبة 68%. سي الحبيب كلمة الختام ثريا معك فعلا معناه أنه لازم نعود أولادنا على القراءة لأنه احنا ما عادش نحكيو على الإرادة السياسية اللي غايبة تماما ولكن أنا من هذا المنبر نقول الأولي اللي يسمعوا فينا رب الحق هذه لفتة لابد منها حتى تعويد ابنائنا وخلق اي طريقه احنا نحكيو حتى ما سي محمد حكى على نحكيو على يوم العلم ولاو يجيبوا راديو ريفي ويجيبوا مونغار سواتش ويجيبوا معناها انواع عملت بيبليسيتي سي الحبيب يعني يجيبوهم في يوم العلم ما عادش يجيبوا الكتاب للاسف الشديد انه احنا لابد من العود الى للجذور للكتاب للورق وراه نرجع لك اميره بربي نقطه اخرى في كلمه راه الكتاب ماهوش غالي امام المغريات اللي قاعدين نشوف فيها اليوم واللي ياخذوا فيها الاولاد رغم كل المغريات يبقى الكتاب هو المهيمن وهو الملك انتهى الوقت ما قبل الدراسه يجريوا في الكتب علاش ما يوصلوش بعد الدراسه واضح بحثوريا كلمه الختام قبل ما نقول لك الكلمه ليك شكرا لك سي محمد ناهت سي الحبيب شكرا لكم على الاذاعات شكرا لتفاعلاتكم ممتازه الناس اللي قررت انها تسهر معنا وربما تسمعنا وتلقى الحلول باش ترغب صغارها في المطالعه كلمه النهايه معك عزيز تفضل قبل ما نقرا القصيده كلمه واحده انا عندي تجربه مع بناتي عندنا
مكتبة كبيرة في الدار، أنا نقرأ يوميا، أنا نكتب يوميا، أختها الكبيرة لكن بنتي غير مغرومة بالمطالعة. معنا فما زاد حكيت مغرام. تفضل. عن ديوان عارية أنا والخطايا، كنا هنا من قبل، قالت لم أكن أدري بأني سوف ألقاك هنا، صدفة جئنا إلى أرض الخيال، التقينا نفضنا غربة السنوات عنا وعلقنا في الخيال. قال لم نكن غرباء يوما، كنا هنا من قبل، عبث بنا النأي قليلا ثم عدنا للوطن. أليس للورد وطن؟ للطين وطن؟ لعبث الأطفال، لزغاريد العجائز، لستارة بيت هزها الريح قليلا، للرغيف يستفز يد الصبية، لزقاق الحي، للريح تكسر أغصان الشجر. وأنا لي وطني، عندما تنتفضين على صمتي توقظين عصفور الغرام، أسميك وطن. شكرا لك، بقى على خير في الأمان، باي.